النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس عرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي تتحدث فيها عن تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر فيها المملكة خلال هذا الأسبوع. المحاور الرئيسية التي ستحدثها خلال هذه النشرة هي أسبوع حار في عموم مناطق المملكة، موجة حارة طويلة الأمد وحتى تمتد حتى يوم الخميس، وأيضا زخات عشوائية من المطر يوم الاثنين بسبب تأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح انتشار لبعض الغيوم العالية في المنطقة الشرقية، منطقة البادية والمنطقة الجنوبية. هي عبارة عن رطوبة في طبقات الجو العالية قدمت من منطقة الجزيرة العربية، فيما ساد طقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأنظمة الجوية للكتلة الهوائية الحارة التي تسود وتؤثر على المنطقة خلال نهار اليوم وخلال الأيام القادمة بإذن الله، حيث اندفعت إلى المملكة يوم الأحد كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية. هي ناتجة عن تشكل منخفض جوي حراري فوق شمال غرب السعودية. هذا المنخفض عمل على اندفاع لهذه الكتلة شمالا باتجاه بلاد الشام والعراق أيضا، كما ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير في شمال وشرق المملكة العربية السعودية. يتوقع خلال الأيام القادمة أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الحارة وتأثيرات هذه الموجة الحارة في عموم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بكثير. طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق. في موضوع آخر، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين بالتزامن مع تأثر المملكة بالموجة الحارة، حيث تتدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية يوم الاثنين، تعمل على تكاثر بعض الغيوم العالية والمتوسطة الارتفاع، قد تعمل على هطول بعض زخات الأمطار العشوائية والخفيفة في عموم مناطق المملكة. أنتقل للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غائم جزئي مع 26 درجة مئوية، درجة حرارة مرتفعة خلال ساعات الليل بسبب تأثرنا بهذه الموجة الحارة. كتوصيات خلال هذه الموجة الحارة، يستقصى العرب بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في كل المناطق، أيضا عدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات وعدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى ولو فترات قليلة. في نهاية نشرتنا بس نستعرض هذا الفيديو من المملكة العربية السعودية، حيث تشهد عدد من المحافظات خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث شهدت محافظة الطائف في السعودية عصر ومساء الجمعة الماضي أمطار غزيرة، أدت هذه الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.